السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. في مجال الـ Wireless بنقابل وحدة الـ DBM كتير. وحدة الـ DBM طبعا معروفة إن الباور بالـ DBM هي عبارة عن 10 × 10 الباور بالوات على 1 ملي وات. فالواحد ملي وات ده الـ Reference بتاعنا 1 ملي وات. طيب لو أنا معايا الباور بقى بالـ DBM وعايز أعرف قيمتها بكام بالوات من غير ما أعمل حسابات اللوج والكلام ده، يعني حاجة انتويشن كده بدماغي بسرعة كده، أرقام بسرعة. أنا في عندي مجموعة من القواعد، عندي كده 4 قواعد، أدي الباور بالدي بي إم، وأدي هنا الباور بالوات أو بالملي وات يعني بتاعي. عملية الأديشن في الدي بي إم هتقابل مالتيبليكيشن في الناحية التانية، عملية الطرح بالدي بي إم هتقابل ديفيجن في الناحية التانية، بقسم في الناحية التانية. الرقم 10 يقابل 10، والرقم 3 يقابل 2. طبعا انت ممكن تأكد من الأرقام دي بتطبيق في المعادلة يعني. طيب يعني هنستفاد بالكلام ده في ايه؟ ده جدول تخليه في دماغك، يعني تكون الجدول ده عارفه كويس. الجمع يقابل ضرب، الطرح يقابل قسمة، العشرة تقابل 10، 3 تقابل 2. لو انا جيت قلت لك دلوقتي انا عايز احول رقم 13 دي بي ام، ده بكام؟ هتقول ال 13 ده كده عبارة عن 10 + 3، العشرة تقابل 10 والتلاتة تقابل 2، والاديشن يبقى ملتبليكيشن يبقى تقابل 20. 20 ايه بقى؟ الريفرنس بتاعي 1 ملي وات، يبقى انا 20 ملي وات، يبقى 13 دي بي ام تقابل 20 ملي وات. لو انت خدت ال 20 ده وطبقتها في المعادلة اللي فوق هتديك 13. لو انا عندي مثلا 7 دي بي ام، بقول لك السبعة دي بي ام دهيت تقابل كام بالوات العادي؟ يعني هتقول لي السبعة دي عبارة عن 10 - 3، 10 - 3 قلنا 10 تقابل 10 والتلاتة تقابل 2، الماينس دي تبقى ديفيجن، فتقابل كده دلوقتي 10 × 2 تقابل 5 ملي وات. وضحت الموضوع؟ ناخد مثال تاني. لما اجي مثلا اقول لك انا عايز 45 دي بي ام يقابل كام بالوات، هتقول لي ال 45 دهيت احنا عايزين نخليها ارقام من 10 و3، ممكن نخليها 10 و10 و10، 3 10، ومعايا 15، ال 15 دول يبقوا 5 3، يبقى 3 + 3 + 3 + 3 + 3. ال 10 هتقابل 10 يبقى 10 في 10 في 10، والثلاثة تبقى 2، وهنا في يبقى 2 في 2 في 2، طبعا في 2 كمان في 2، 5 2، يبقى كده دول 1000، وهنا 32 يبقى 32000 ملي وات، 32000 ملي وات يعني 32 وات. كده انا بحسبها حساب منتل من غير ما الجأ لا حاسبه ولا اي حاجه خالص. ناخد مثال اخير. تيجي تقول لي الواحد دي بي ام ده نكتبه ازاي؟ -9 10 - 9 9 دي اللي هي 3 و3 و3، العشرة تقابل 10، التلاتة تقابل 2 2 2، هنا الماينس تبقى ديفيجن ديفيجن ديفيجن، يبقى 10 على 5 10 على 2، آسف، فيها 5، 5 على 2 فيها 2.5، 2.5 على 2 كمان فيها 1.25 ده ملي وات، يبقى 1.25 ملي وات. لو انا خدت 1.25 ملي وات وعوضتها فوق في المعادلة هيديك 1 دي بي. ممكن نسجلها عندنا في الجدول كمعلومة اديشنال ان الواحد دي بي ام يقابل 1.25 ملي. وهكذا بقى انت ممكن تعمل تبديل وتوافيق من الارقام اللي هتجيلك بالدي بي ام وتطلع قيمتها بالايه؟ بالوات. نفس الكلام ونفس القواعد دهيت هتطبق على وحدة تانية زي وحدة الدي بي دبليو. طبعا وحدة الدي بي دبليو طبعا الريفرنس بتاعي 1 وات، او وحدة الدي بي العادية، نفس الجدول ونفس القواعد. اتمنى نكون قلنا لكم حاجة مفيدة، ونشوفكم ان شاء الله في فيديوهات قادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.